أثار الدوري البرازيلي مارسيلو ظهير فريق ريال مدريد التكهنات حول إمكانية لم الشمل مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بتلميح عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. رونالدو انضم إلى يوفنتوس مقابل 88 مليون جنيه استرليني في صيف 2018 قادما من ريال مدريد، وبعد الإقصاء الأوروبي ارتبط اسم رونالدو بالعودة من جديد إلى قلعة سانتياغو برنابيو في الميركاتو الصيفي المقبل. كما اعترف زيدان أن عودة البرتغالي إلى النادي الملكي من جديد لا تزال ممكنة، ووسط تكهنات كثيرة بإمكانية عودة رونالدو إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد أو اختيار وجهة جديدة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان. ترك مارسيلو مشجعي ريال مدريد حول تعليق للبرازيلي يحمل تلميحا خفيا حول إمكانية لم شمله مع زميله السابق في الفريق وصديقه المقرب رونالدو. مارسيلو علق على مقطع فيديو نشر له مع رونالدو تحت عنوان هذا الارتباط بين مارسيلو وكريستيانو ليعلق الظهير الأيسر قريبا دون شرح أي شيء آخر. التعليق به إشارة إلى ربما لم الشمل مع رونالدو مرة أخرى، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن ذلك سيحدث في ريال مدريد بالنظر إلى أن مارسيلو هدف رئيسي ليوفنتوس. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.